بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام وان الله سبحانه وتعالى حباهم بالعلم عن طريق جدهم رسول الله صلى الله عليه واله. وعلمهم اما في مجال التكوين، واما في مجال التشريع. اما العلم التشريعي فبمعنى معرفتهم بجميع الأحكام الواقعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى في كل شيء، فإن كل فعل من أفعال العباد لا يخلو من حكم من الأحكام كما ذكره بعض الأصوليين والفقهاء. ما من فعل من الأفعال إلا وهو إما واجب أو مستحب أو مكروه أو حرام أو مباح فلا يخلو فعل من حكم من الأحكام، وهذه الأحكام تارة أحكام كلية، وتارة أحكام جزئية. وتاره احكام تكليفيه واخرى احكام وضعيه الى اخر التقسيمات المذكوره في علم اصول الفقه الاحكام الواقعيه التي اوحاها الله سبحانه وتعالى الى رسوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك الى اخر الايه الشريفه هذا بالنسبه الى علم التشريع واما العلم بالجانب التكويني فكل قضيه وقعت فيما مضى من يوم ان خلق الله سبحانه وتعالى الارض ومن عليها والسماوات ومن فيها وما يقع حالا وما سيقع مستقبلا كل هذه القضايا علمها عند الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الاشياء يعلم بكل الجزئيات وكل التفاصيل والله سبحانه وتعالى علم القضايا كلها للرسول. فالرسول صلى الله عليه واله يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن. وهذا امر اتفقت عليه روايات الفريقين. وانما الكلام في ان الرسول صلى الله عليه واله علم من علم ما كان وما يكون وما هو كائن. فالشيعة يقولون بأن الرسول صلى الله عليه واله جميع علم ما كان وما يكون وما هو كائن علمه حصرا لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب ومنه إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام. واما روايات غير الشيعة فيقولون ان الرسول صلى الله عليه واله صعد المنبر بعد صلاة الصبح. وخطب إلى ما بعد صلاة العشاء باستثناء أوقات الصلاة كان ينزل ويصلي ثم يرجع إلى المنبر إلى المنبر ويواصل الكلام فأخبر الأصحاب الذين كانوا في المسجد بما كان وما يكون وما هو كائن يروه عن حذيفة وغير حذيفة وهذا أمر بأن يعلم الله سبحانه وتعالى رسوله جميع هذه العلوم امر ممكن ليس بمستحيل لان ما كان وما يكون وما هو كائن محدود وليس غير متناهي والله سبحانه وتعالى قادر على ان يعلم هذا العلم لمن يشاء فعلمه رسوله محمدا صلى الله عليه واله والرسول محمد صلى الله عليه واله بامر من الله علم امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام جميع ذلك. فاذا علم الائمه في التشريع بكل الاحكام وفي التكوين بكل القضايا وهذا ما دلت عليه الايات والروايات. من جملة احاديث هذا الباب انه لم يجمع القران كله الا الائمه عليهم السلام وانهم يعلمون علمه كله في هذا الباب جمع الكوليني رضوان الله تعالى عليه مجموعه من الروايات منها هذه الروايات التي نتلوها في هذه الحلقه الحديث الرابع عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ والله إني لأعلم لا كتاب الله من أوله إلى آخره، كأنه في كفي. القرآن الكريم كتاب الله التشريعي. هذا الكتاب يحتوي على كل شيء، لأن القرآن إعجاز. وهذا الاعجاز في القران جانب منه اعجاز بلاغي وهناك جوانب اخرى في الاعجاز القراني ذكر بعضه المفسرون في قوله تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله ومن الاعجاز القراني ان هذا القران يحتوي على كل شيء ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين من مصادق الكتاب المبين القران الكريم في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء من مصادق الكتاب القران الكريم فهذا القران يحتوي على كل شيء من علوم الشرع ومن الامور والقضايا التكوينية، القضايا التي حدثت أو تحدث أو ستحدث في المستقبل. وهذا من إعجاز القرآن. يعني القرآن أنت تشوفه بين الدفتين، صفحاته قليلة، ألفاظه وجيزة، ولكنه يحتوي على كل شيء. نعم نحن لنا طريق إلى الظاهر فقط، إذا أنت تعرف اللغة العربية معرفة صحيحة تفهم القرآن ظاهر القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول بلسان عربي مبين لكن هذا جانب من جوانب القرآن ظاهر القرآن وهو حجة علينا لكن القرآن من غير تشبيه كالبحر المحيط احنا البحر المحيط نشوف ظاهره ولكن ماذا يحتوي هذا البحر في اعماقه من الثروات الهائله من اللالي من المجوهرات من الاسماك هذه لا نراها لكن الغواص الخبير حينما يغوص في الماء وله الادوات يتمكن من ان يرى باطن البحر وان يستخرج بعض لالئه وجواهره القرآن أعظم من البحر ظاهره يراه من يعرف اللغة لكن باطنه يحتاج إلى أدوات هذه الأدوات نحن غير مزودين بها الله سبحانه وتعالى زود رسوله والأئمة عليهم الصلاة والسلام بتلك الأدوات فإذا إحنا نريد معرفة باطن القرآن لازم نراجع إلى الرسول صلى الله عليه واله، وإلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام. نراجعهم حتى يعطونا من هذا الباطن الذي علمهم الله سبحانه وتعالى. لكن إذا واحد بدون أن يراجع إليهم وهو ما يمتلك الأدوات يريد يغوص في بحر القرآن الكريم هذا يغرق يظل مثل واحد بدون أدوات الغواص إذا يريد يغوص في أعماق المحيط هذا يغرق والتمثيل للتقريب إلى الذهن الله سبحانه وتعالى علم رسوله هذا القرآن الذي أنزله عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. فهنا الامام الصادق عليه السلام يقول والله إني لا أعلم كتاب الله من أوله إلى آخره علمه غير منحصر بجانب لا في كل القرآن من أوله إلى آخره زين المقصود ظاهر القرآن فقط كلا المقصود كل ما يرتبط بالقرآن لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول كأنه في كفي كأنه في كفي يعني سهولة هذه العلوم بالنسبة إليه احنا بعض الاحيان غير مسلطين على شيء ففيه صعوبه بس اذا مسلط على شيء كانه في كفك افرض درهم في كفك تقلبه كيف ما تشاء فالامام عندما يقول كانه في كفي يعني هذا العلم حاضر عندي سهل عندي لان الله علمه بواسطه الرسول صلى الله عليه واله كانه في كفي زين هذا العلم شنو هو فيه خبر السماء وخبر الارض يعني ما يت يت يحدث الآن وخبر ما كان ما حدث في الماضي وخبر ما هو كائن يعني ما يحدث في المستقبل جميع القضايا اعلمها قال الله عز وجل فيه تبيان كل شيء إشارة إلى الآية التي هي في سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء زين من جملة الاشياء القضايا فيها البيان الواضح لكن لازم تمتلك ادواته. زين اذا ما تمتلك ادواته لا يمكنك ان تصل اليه الا عن طريق الذي يمتلك تلك الادوات في هذه في هذا الحديث الامام يشير الى العلم بالقضايا التكوينيه. في الحديث الخامس من هذا الباب ايضا الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يذكر هذه الايه، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. قال: ففرج ابو عبد الله عليه السلام بين اصابعه فوضعها على صدره ثم قال: وعندنا والله علم الكتاب كله. هذه الآية الشريفة شأن نزولها في بيان قصة سليمان، القصة بشكل مختصر أن سليمان عليه الصلاة والسلام تفقد الطير فلم يرى الهدهد، استفسر عنه إلى أن جاء الهدهد وأخبره القضايا التي في مملكة السبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وعمالهم إلى آخر الآيات المباركات زين بعد التحقيق تبين الصدق كلام الهدهد فسليمان كتب رسالة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين والهدهد جاء وألقى الرسالة على عرش بلقيس فلما قرأت الرسالة استشارت قومها فرست فكرتهم على ان تذهب بلقيس ملكه سبأ الى فلسطين وتلتقي بسليمان فسليمان اراد ان يريها معجزه لكي تهتدي لان الانبياء علامه صدقهم المعجزه طبعا علامات صدقهم صدقهم كثيره لكن العلامه الواضحه لدى الجميع هي المعاجز زين هذه المرأة هي ملكة. كيف تعلم بأن هذا الرجل ليس بمجرد ملكاً، ليس مجرد ملك وإنما هو نبي عن طريق الإعجاز. فسليمان قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ هؤلاء في طريقهم عرش بلقيس التي تجلس عليه أيكم يأتي بهذا العرش؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أنت جالس إلى أن تقوم من هذا المجلس ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات مثلا نصف نهار أنا آتيك به لكن وصي سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب هذه من تبعيضيه هو ما يعرف كل الكتاب انما يعرف جزءا من الكتاب وفي ذلك الجزء الاسم الاعظم الذي اذا تلاه انسان له القابليه ودعا الله سبحانه وتعالى باي دعاء الله يستجيب دعاءه فورا قال الذي عنده علم من الكتاب وكان وصية وكان ذلك الرجل وصية سليمان وهو آصف ابن برخيا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك الإنسان عندما يغمض عينه فإذا فتح عينيه الجفان تصعد هذا يسمى ارتداد الطرف، يعني رجوع الجفن إلى أعلى، هذا حسب ما يقوله بعض المفسرين، وحسب ما يقوله بعض المفسرين الإنسان ينظر إلى مكان ثم يحول عينه إلى مكان آخر المكان الطبيعي الذي ينظر أمامه. هذه العملية يعني تغميض العين أو رد العين من مكان إلى مكان، هذه لا تستغرق الا جزء من الثانيه يعني الرمش حسب ما يقوله بعض الخبراء لا يستغرق سوى عشر الثانيه، يعني الثانيه الواحده جزء من عشره اعشار من اجزائها، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك زين قبل ما سليمان يغمض عينه أو يحرك عينه، فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي. مو إنه هذه معجزة أنا أمتلكها من نفسي أو وصي يمتلكها من نفسه لا هذا من فضل ربي ليبلوني هذا امتحان لي. أشكر أم أكفر؟ فإذا آصف ابن برخيا يمتلك جزء من علم الكتاب، هذه من تبعيضيه، علمٌ من الكتاب. زين، بالنسبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ماذا تقول الآية الأخرى؟ تقول: قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بدون من؟ لم تقل الايه علم من الكتاب، ذاك بالنسبه الى وصي سليمان، اما وصي محمد صلى الله عليه واله وهو امير المؤمنين علي بن ابي طالب، الايه تقول عنه قال ومن عنده علم الكتاب، هذه الايه هكذا: ويقول الذين كفروا لست مرسلا التكذيب عملية بسيطة وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها يشوف كل معجزة كل آية لا يؤمن بها لأن المعاند لا علاج له إلا العذاب في الآخرة يشوف كل آية يقول هاي سحر يوم القيامة عندما يلقوه في جهنم ماذا يقولون له أفسحر هذا؟ هذا هم سحر؟ زين ويقول الذين كفروا لست مرسلا. كيف تجيبهم يا رسول الله؟ وتثبت رسالتك وان الله سبحانه وتعالى ارسلك؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم الله يشهد على رسالتي. زين كيف يشهد الله على رساله محمد صلى الله عليه واله؟ بالمعجزات الذي اعطاه. الكفار لا يسمعون صوت الله سبحانه وتعالى وانما شهاده الله سبحانه وتعالى لهم بالاعجاز يعني حينما يجري الله سبحانه وتعالى المعاجز على يدي وعلى لسان رسول الله محمد صلى الله عليه واله فهذه شهاده من الله على صدق رسوله محمد هكذا صار الانبياء المعاجز شهادة من الله على صدقهم وإلا كل واحد يدعي ألم يكن هناك ناس يدعون النبوة زورا وكذبا وإفكا زين في الجزيرة العربية رسول الله محمد صلى الله عليه واله يدعي النبوة ومسيلمة الكذاب أيضا يدعي النبوة كيف الله سبحانه وتعالى يميز الخبيث من الطيب وكيف يتم الحجة على الناس بالمعجزة على يد رسول الله محمد صلى الله عليه واله وعدم المعجزة في ذلك المتنبي الكاذب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم هذا اولا الشهادة الاولى هي شهادة الله سبحانه وتعالى ومن عنده علم الكتاب عندما الرسول صلى الله عليه واله يكون وصيه رجلا عالما كعلي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام هذه شهاده على صدق الرسول صلى الله عليه واله ولذا البعض يعبر انه اكبر ايتين للرسول صلى الله عليه واله القران واهل البيت اهل البيت ايه على صدق رسول الله صلى الله عليه واله، كما ان القران ايه على صدق الرسول. ولذا الرسول جمعهما معا في حديث الثقلين وخلفهما في الامه ليكونا شاهدي صدق على نبوته في الاجيال اللاحقه. زين ومن عنده علم الكتاب هسه البعض يقول انه علم الكتاب من عنده علم الكتاب يعني علماء اليهود والنصارى زين علماء اليهود والنصارى كانوا يكذبون كانوا يعلمون لكن كانوا يكذبون اذا المشركون كانوا يذهبون اليهم ويسالونهم هل محمد رسول الله كانوا يقولون كلا هؤلاء الذين تلاعبوا بالتوراه وكتبوا بأيديهم ثم قالوا هو من عند الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم حرفوا ما في التوراة من أوصاف رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ثم جاءوا وقرأوا المحرف على العوام وقالوا هذه الأوصاف لا تنطبق على محمد صلى الله عليه وآله هؤلاء, هؤلاء لا يعقل أن يجعلوا شهودا لكي يشهدوا على نبوة محمد صلى الله عليه وآله فمن عنده علم الكتاب لا يعقل ان يكون المراد بهم اليهود والنصارى زين فمن الذي يراد به؟ يراد به الذي له علم الكتاب، علم الكتاب مو علم من الكتاب، زين من هو هذا؟ لم يدع في الاسلام احد له علم كل الكتاب إلا بالنسبة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام يعني سائر الخلفاء كانوا يسألون عن كتاب الله أمور واضحة ما كانوا يعرفونها وفاكهة وأبا في سورة عبس شنو أبا ما يدري معنى كانوا يسألون عن أحكام في القرآن لا يعلمون أحيانا كانوا يفتون خلاف القرآن حتى ينبههم الصحابة بأن هذا حكم خلاف القرآن مثلا خلاف الايه الكذائيه فيقول كاني لم اسمع هذه الايه هذا ما يكون له علم الكتاب وهو يجهل بعض الامور الواضحه في الكتاب من الذي سئل عن اي شيء في الكتاب فاجاب اجابه صحيحه سوى امير المؤمنين علي بن ابي طالب لا يوجد احد سواه وكذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام كانوا يسالون عن اي شيء يتعلق بالكتاب فكانوا يجيبون. فلذا الامام الصادق في هذا الحديث يقول: قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. قال: ففرج ابو عبد الله بين اصابعه، يعني فتحها هكذا فوضعها على صدره، ثم قال: وعندنا والله علم الكتاب. كله علم الكتاب، كل ذلك العلم عندنا. الله سبحانه وتعالى بواسطه الرسول صلى الله عليه واله علمنا ذلك. في حديث اخر عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام في هذه الايه اللي هي في سوره الرعد، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الامام الباقر ماذا يقول؟ قال ايانا عنا الله في هذه الآية قصدنا نحن الأئمة وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه واله علم الكتاب كله هذا يشترك فيه الأئمة فليس أولهم أعلم من آخرهم هم في العلم سواء لأن الله سبحانه وتعالى علمهم جميع علوم الشريعة وجميع علوم ال أمور التكوينية ففي العلم سواء لكن ليس العلم هو ال الذي يسبب التفضيل فقط نعم أهم شيء للتفضيل التقوى والعلم لكن التفضيل لا ينحصر بهما هناك أيضا أمور أخرى توجب الأفضلية يعني إذا اثنين علمهما متساوي يمكن واحد يكون افضل من الاخر. امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام افضل من سائر الائمه. الافضل في اي جانب في جانب العلم، كلا العلم فيهم سواء. انما الافضليه في جوانب اخرى، مثلا كثره الجهاد. مثلا في تاسيس الاسلام. مثلا في السبق السابق يوجب فضيله والسابقون السابقون اولئك المقربون والمعلم افضل من المتعلم حتى اذا المتعلم علمه ساوى مع المعلم والائمه اخذوا علمهم من علي عليه الصلاه والسلام وهو اخذ علمه من رسول الله محمد صلى الله عليه واله وهناك ايضا امور اخرى في التفضيل طبعا حسب الاحاديث يستفاد ان افضل الخلق هو رسول الله محمد صلى الله عليه واله، ومن بعده الامام علي بن ابي طالب، ثم الامام الحسن، ثم الامام الحسين عليهما الصلاه والسلام، وبعد الامام الحسين عليه الصلاه والسلام حسب ما ينقل ابن شهر اشوب، الاجماع على تساوي سائر الأئمة في الأفاضل يعني من الإمام زين العابدين الإمام المهدي متساوون في الفضل لكن الإمام الحسين أفضل منهم والإمام الحسن أفضل من الإمام الحسين وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أفضل منهم طبعا فاطمة الزهراء سلام الله عليها أفضل من أبنائها هذا بحث آخر سيأتي إن شاء الله في المستقبل هذا بيان جانب من جوانب علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين